حوادث الاعتداءات لا يجب التهاون بشأنها. تعالوا نشوف كمان حوادث الاغتصاب ما زالت مستمرة. الواقعة المخيفة والمفزعة المتعلقة باغتصاب 12 شخص، تخيلوا 12 اغتصبوا سيدة وشقيقتها. السيدة عندها 25 سنة وأختها 14 سنة، تناوبوا اغتصابهما وكمان قاموا بتصويرهما صورا إباحية وزعوها في القرية كلها. ده حصل في قرية كفر يوسف بمركز شربين محافظة الدقهلية. حوادث الاغتصاب المنتشرة في كل محافظات مصر تستدعي تعاملا قانونيا واجتماعيا ونفسيا. الحوادث كثيرة ومتعددة، ولما كنا بنتعامل معها ودايما بنعمل تحقيقات عن هذه القضايا، البعض كان بيقول لنا هي مصر كلها كده، ما فيش حد بيقول ان مصر كلها كده، لكن في ظاهرة متعلقة بحوادث التحرش والاعتداء الجنسي وهتك العرض والاغتصاب بأشكال مختلفة ومتعددة. القانون وحده ليس كاف، القضية تحتاج مواجهة مجتمعية شاملة. اكتشفنا ذلك بعد حوادث التحرش الجماعي في ميدان التحرير التي تكتسب طابعا بالإضافة إلى أنه في انهيار أخلاقي، لكن كمان تكتسب طابعا سياسيا. يعني لا يمكن أن تكون بمعزل عن الطابع السياسي في محاولة لتشويه الميدان وتشويه الذين يحتفلون بثورة 30/6. لكن حوادث الاغتصاب ومنها هذه الحادثة البشعة والمخيفة، 12 يتناوبون الاعتداء على سيدة 25 سنة وأختها الصغيرة 14 سنة ويقومون بتصويرهما صورا إباحية يتم نشرها. يعني شايفين حتى الانحدار الأخلاقي بياخد كل الأشكال. الذئاب البشرية يعني ما عندهمش حتى يعني كل أشكال الاعتداء والاغتصاب وتوزيع الفضيحة. يعني مش الاغتصاب وبس، التباهي بالفضيحة وتوزيعها بهذا الشكل، اغتيال عائلات وكسر نفوس عائلات. حادثة اغتصاب جديدة بشعة ومخيفة. الاعتداء اللي حصل ده اعتداء عليا شخصيا وعلى كل المصريين. ده مش طبع المصريين، دي مؤامره وجريمه ولابد من اعدام اللي ارتكب الجريمه. وانا يمكن في يوم الثلاث انا عامل كنت من كذا يوم دعوه لعقد اجتماع علشان التنديد بالتحرش بالمراه. فان شاء الله في هذا المؤتمر هنطالب بسرعه استصدار قانون باعدام اي مغتصب. اسلوب التعذيب، قلعوهم بلابيس وبقوا يمسكوهم بالأحزمة يضربوهم ويمسكوهم قطعوا شعرهم بالمطاوي. يعني مسك المطوة وقطع شعرها بالمطوة وعملوا كتير العيال دي. أنا أمي مرات أبويا تعبانة ورحت أجيب لها علاج أنا وأختي من الصيدلية، لقينا التلاتة دول طلعوا علينا، واحد شدني من رقبتي والمطوة على رقبتي، دخلونا في التوكتو غصب عننا وخدونا في طريق بعيد. واحد اسمه عبد الله قلعني هدومي وقعد يضرب فيا وخلى اللي اسمه عادل دوت ينام معايا غصب عنه. بعد كده بقى قعدوا يضربوا فينا وقام واحد اتصل بحسام بزيد وراح جاي مقلعني هدومي وقعد يضرب فيا ومضينا على ثلاث وصلات. كانوا بيضربونا وحسام قصلي شعره بالمطوه من جنب. حصل يا باشا ان هي اتصلت عليا قالت لي ان هي عايزه تقابلني، كنت بكلمها قبلها بفتره فقالت لي انا لازم اقابلك، فقلت لها انا مش فاضي انا عندي شغل في البيت وكده. قالت لي ما لازم تقابلني دلوقتي يا كده اللي هاجي لك البيت. فقلت لها خلاص اخلص الشغل واطلع قبل. قالت لي خلاص على بال ما انا اجي من البلد اجي عندك البلد. قلت لها ماشي. فطلعت خدت توك توك وطلعت قابلتها، مشينا بالتوك توك كنت انا وهي واختها. ف واحنا بنتمشى عدينا البلد بشويه كده وقفنا نتكلم، ونزلت من التوك توك انا وهي بنتمشينا شويه كده واتكلمت انا وهي. حصل تاتش بينها وبين اختها وبين سواق التوك توك، فسواق التوك توك ضربها واخد منها التليفون ونزلها. لقيت البنات دي واقفه في اول اضطراب هما الاثنين، قام قال لهم اركبوا، قام راكبين معانا في التوك توك، قمت واخدهم وماشي، قام قال انزل بينا على خارج شكيه.
تاخدهم ونزل على خارج شكيه. دخلنا والله العظيم يا فندم جنبي مزاجهم وانا رايح ما اعرف هم يعني مشوار يا فندم زي ما بطلع اي مشوار. المهم نزلتهم على الخارج ام قال لا ننزل هنا بقى. قام ماسك ايدها وقام نزل من التوك توك متمشين في حته كده وقام قال لي ايه انتوا مع بعض اه عادل بقى اتصلوا مع بعض. المهم انا قعدت معاه فندم شويه وعطيها دي ما قعدت يعني ما قعدتش اعرف هو راح فين. المهم انا جيت امسك ايدها فندم هي ما رضتش بتقول لا ومش عارفه ايه. قمت قال لها طب حاسبيني على التوك توك وانا همشي. ما رضتش قالت لي انا ماليش دعوه ومش عارف ايه. قمت واخد تليفونها يا فندم وقمت مدور المكنه وقمت ماشي. انت متصل على عبد الله عبد منى قلت له في عطيه على الخارج ومعاه جوز بنات على الخارج. قام قال لي طب انت فين؟ قلت له انا سايبهم وماشي. انا رحت معهم لحد هناك نزلوا احمد مسك بنت في ايده كانوا لابسين لسه يعني ما اعرفش بقى كانوا قبل كده في حاجه ولا لا. هم نزلوا احمد نزل مسك واحده وعبد الله مسك واحده وخدوهم ونزلوا على طول اجوا. الحته دي مقطوعه هم نزلوا شتيمه وبتاع وخدوهم معاهم. اه لا ما كانش في مطوه ولا حاجه. نزلوا على الطرقه ديت الطرقه يعني طرقه صغيره الموتوسيكلات ما تدخلش جوه ناحيتها كده ودخلوا جوه. انا فضلت خايف على الموتوسيكل بتاعي فوقفت جنبه شويه لقيت احمد حسام اتصل يرن على رقمي وقال لي اه كان احمد كلمه احمد علي كلمه قال له في كذا كذا على الخارج يعني في احنا ماسكين عطيه معاه بنتين وكده. فاتصل عليا قال لي تعالى خد. رحت جبته وجاي جيت لقيتهم قالعين اه اللي هم اللي البنت مقلعينها بره والتانية جوه كده بس التانية كانت لسه لابسه. لقيت عادل اتصل عليا قال لي تعالى عطيه ومعاه جوز بنات على الخارج. قلت له خلاص ماشي. كان البتاع اللي سمع الكلام ده كان احمد وهشام وكامل واني كنا خمسه. اول ما دخلت لقيت عطيه في جنب دورت في التلطيش. اول ما دخلت على الطرقه لقيت نورهان قلعه ونايمه على الارضيه دورت فيها الضرب. انت بنت ولا مرأة؟ قالت لي لا انا بنت. دورت فيها الضرب وبعدين عديت رحت لاختها الثانيه اللي جوه الغيط. دخلت لقيتها قلعه هدومها برضه دورت فيها الضرب ورجعت للاولانيه لقيتها لابسه هدومها. قلت لها لا انت لازم تقلع هدومك لان كده كده العمده هيجي والحكومه هتيجي تلاقيكي زي ما انت موجود. انا رحت لقيتهم كده لقيتهم مقلعينهم يا فندم واللي كان بيصور واللي كان مضوم على الشيكات يعني رحت لقيتهم مبهدلينهم بالضرب. انا وهشام واحمد وكامل وفتحي مسكنا البنتين ضربناهم بالقلم وكده. انت ايه اللي جابك هنا؟ قامت قال انا اول واخر مره ما عادش هاجي هنا. فعطيه قال لي انت عايز ايه الوقت؟ قلت له لا انا عايز الوقت اللي انت تطلع معايا العمد. فالبنت قالت لي شوف اي حاجه تانية قال لي العمد بلاش اروح للعمد. قلت لها لا هتروح للعمد. المهم متريح ضربها بالقلم واحمد عم راح واخد واحده وانا خدت واحده.